صباح الخير عليكم البنات، معكم حليمة ونصائح حليمة. كنت عملت لكم واحد لا فيديو على نو عملت لكم تصويرة، صورت واحد البلاطو ديال الفطور ديالي وحطيته لكم باش تشوفوه، وطلبوا مني الناس بغاو يعرفوا شنو كاين هنايا. بو هادي عارفينها البنات، هادي عارفينها بينما سي ان كومبليمون اللي كيجعل الشعر وشعرك كيكون في صحه وكي يعني كيقوى وكيكثر وكيصلح للضفار حتى هما يا كيطوالو. هذا عجيب، يعني كاع اليوتيوبرز اللي انا كنعرفهم يعني ما كيقدموش نابورتو كوا، واللي كان كاينين شي يوتيوبرز اللي ما شاء الله عليهم تكلموا على هادي، قالوا بينما احسن حاجه تاخديها لو ماتان كان ملي كنوجد الفطور ديالي. ها نتوما كتشوفوا كنحط دو جوج في الفطور، انا كناخذ غير جوج في النهار. نورمالمون تاخدي دو دو من جوج حتى لربعة، دو دو ها كات. حاجة واحدة أخرى سي لي سقساوني عليها قالوا لي ما عرفوهاش البنات، هادي لا فيتامين دي ناتورال 100% مصوبة من الكبدة ديال الحوت، فوالا من الكبدة الحوت ناتورال 100%. الفلاكون بون كبير على ود كيدي بزاف، وكتاخدي غير وحده في النهار. فوالا هذا الفطور ديالي. الصباح في الدار ديالي ملي يلاه كنفيق البنات تناخد قهوه كحله، يعني قهوه كحله، ومن بعد كنصوب ليا قهوه باي قهوة وحليب، قهوة وشوكو، قهوة وساديبون، أنا والصباح وشنو قدامي. أنا ماشي صعيبة في الفطور. باركونت هنايا سيدي بان ولي اللي أنا مصوبهم في داري، فوالا مصوبهم في داري. ألوغ هذا عملت فيه الزبدة، مي هادي ما غنعملش فيها الزبدة، هادي غنعمل فيها زيت الزيتون. فوالا هادي غنخوي فيها شويه ديال زيت الزيتون وناكلها، يعني نفطر بهم. هذا هو الفطور ديالي البنات، ودانون كنخليه هو الاخر. علاش البنات؟ على ود انا الخدمه ديالي نهار كله وانا واقفه، والفطور عندي مهم. كاين واحد المثل كيقول لك فطري بحال الملكة وتغداي بحال الوزيرة وتعشاي بحال الفقيرة. فوالا انا الفطور عندي مهم، الغدا عندي داكشي اللي كيبقى عليا، يعني كنجيبو معايا وكنسخنو على ود انا ما كناكلش ماكلة الزنقة. والعشاء البنات كنتعشى بدانون مسوس اللي انا سبق لي وقاسمت معاكم في الفيديوهات ديالي، غترجعوا ليهم وغتشوفوهم. دانون مسوس اللي كنزيد عليه يعني زريعة الكتال، الحبة السوداء، وداك الشيء اللي هو صحي. والبنات في كل ليلة كنبغي ننعس كناخذ ثلاثة ديال الحبات ديال الحلبة، وكان يعني نعملهم في فمي ما نضغهمش على ود ما كنبغيش نضغهم، كنعملهم في فمي بحال الميديكامون، وكناخذهم بكاس ديال الماء. عجيبين وصحيين الحمد لله. بدينا كنرجعوا دوك الوصفات اللي هما طبيعيين، هذا طبيعي 100%. لا فيتامين دي اللي هي الهشاشه ديال العظومه، اوميغا فيها الاوميغا 3، فيها الكبده ديال الحوت اللي هي يمكن لكم تبلاصيوها بزريعه الكتان اللي حتى هي فيها الاوميغا 3. هذه كتساعد على الشعر وعلى الضفار وعلى الشفيرات ديال العوينات ديالنا وعلى لي سورسيل، يعني كيعمروا
وكياخذوا واحد الصحة قوية اللي ما شاء الله إلا تبعتوا هاد الحوايج مدة واحد 3 شهور غتشوفوا واحد النتيجة عجيبة. أنا البنات بحال دابا هاد المكملات الغذائية ملي كنكمل الفلاكو ما كنعاودش نشيخوه، كندوز لحاجة واحدة أخرى وكنشوف واش عطات نتيجة، وكنعاود عاوتاني ملي نكملها ندوز لحاجة واحدة أخرى. لهذا كنقول لكم ما تولفوش واحد الحاجة مدة 3 سنين ولا 4 سنين ما كتبقاش تعطي الفائدة ديالها. لهذا خصنا نوبا نغيرها، بحال الدواء، بحال لي ميديكامون، بحال الدواء كتاخديه واحد المدة ما كيبقاش يقضي فيك، من بعد خصك تغيريه بدواء اللي هو خوه ولكن غادي يعطيك الفائدة على هذاك اللي ولفتيه. كنقول لكم 9:30 الصباح هذه الفطور ديالي هو موجود، غادي نمشي نفطر ونمشي لخدمتي. نهاركم مبروك والسلام عليكم، ولا بغيتو تعرفوا شي حاجة زايدة خليو ليا في التعليقات. لو بارطاج البنات، و جيم لو بارطاج لو بارطاج، ابونيفو يعني تابوناو في هذه القناة اللي هي ليكم وبيكم وديالكم، واللي طلبتوها حالي ما تنفذها ليكم. السلام عليكم.